كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده اقول لي في ايه؟ اصل انا كنت بدور على حاجه كده. الكلمه دي معناها ايه؟ او اصلا اصلها ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه. اصل الكلمه ما هي كوسه. ايوه يا سيدي، الله يسهل له. ما هي كوسه عبارات بنسمعها كتير في حياتنا وفي شوارعنا واشغالنا، كتعبير عن الواسطه والمحسوبيه لناس على حساب ناس. لكن يا ترى ايه اصل الكوسه وجايه منين؟ وشمعنى قالوا كوسه؟ يعني ليه مش بسله؟ ليه مش بتنجان مثلا؟ هقول لكم انا ليه. ايام الحكم الفاطمي لمصر كان بيتم قفل ابواب القاهره بالليل، وكان كل التجار بيباتوا خارج بوابات القاهره لحد الصبح ما عدا تجار الكوسه، لان الكوسه من الخضروات اللي بتبوظ بسرعه، فكان بيتم السماح ليهم بالدخول في أي وقت. ولما بقى التجار يقولوا شمعنا، يتقال لهم مع كوسة. وبمرور الوقت اتحولت كلمة الكوسة كدليل على الواسطة أو المحسوبية، وده اللي خلى شاعرنا العظيم بيرم التونسي يقول في واحدة من أشهر قصايده: يا بلدنا يا محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. ما هي كوسة؟